الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل العمل من أجل حل الأزمة في سوريا بأسرع وقت ممكن دون أي تدخل خارجي. وقال بوتين بعد لقائه رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما في سوشي أنهما اتفقا على مواصلة تنسيق مواقفهما في ملف الأزمة في سوريا، وسيعملان من أجل وقف العنف فيها بأسرع وقت ولمنع التدخل الخارجي، مشيرا إلى أن روسيا وجنوب إفريقيا تدعمان وحدة أراضي وسيادة سوريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن موسكو لن تغير موقفها من سوريا مقابل تنازلات أمريكية في مجال الدرع الصاروخي، وقال أن بلاده تصر على مشاركة إيران والسعودية وغيرهما من جيران سوريا في مؤتمر جنيف 2. كما دعا لافروف المعارضة السورية إلى دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد مؤتمر لإنهاء العنف في سوريا. من جانبه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد أن بلاده وروسيا متفائلان جدا بإمكانية عقد المؤتمر، وأنهما يتحركان في الاتجاه الصحيح بهدف التوصل إلى حل سلمي يستند إلى حكومة انتقالية.